يا أخي الرئيس بيرد على ابن تيمية في مسألة واحدة، ابن تيمية والصنعاني وصاحب تيسير العزيز الحميد وابن باز بيرد عليهم شد في آية واحدة في الاستدلال بقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. دي مش فيها دليل على الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ فيها دليل ولا ما في؟ كلكم قريتوا. الرئيس قال ما فيها دليل، قال والاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع فيه نظر. رد عليه الشيخ عبيد وجاب لك كلام أهل العلم وقال لا يلزم من كلامك ده تحقير أو كلمة نحو فهوم العلماء الكبار الأجلاء، وما في ذول وافق الرئيس. الرئيس طالب رد قال شنو؟ قال هل إذا اختار طالب العلم قولا في مسألة خلافية بدليل ظهر له هل يكون كلمة كده شنو يعني طاعن في العلماء ولا كده؟ المسألة الخلافية هنا الشيخ عبيد لما رد عليه قال له لا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في هذا. منو خالف؟ مسألة خلافية بدليل ظهر له، وين الدليل؟ يا أخواننا التجرؤ في الرد على العلماء دي ما مسألة سهلة، فكيف تتجرأ بغير دليل؟ ساي كده بس. رد على الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب التوحيد في شروط لا إله إلا الله، وإن الشروط دي لما العلماء قالوا محصورة بالاستقراء في 7 أو 8 تفصيلا أو 7 إجمالا، لما العلماء قالوا كده الرئيس قال لا، وتعقب العلماء فيها وتعقب الشيخ عبيد فيها، والشيخ عبيد رد عليه تاني، رجع تاني مصر على كلامه ده ذاته، مصر على كلامه ده وقال ما في دليل عليه. الشيخ عبيد رد عليه وبين لنا المسائل دي كلها، شفت كيف؟ وكلام أهل العلم هذا الرجل متنطع، الرئيس ذا متنطع ورجل يبحث ويتتبع الرد على العلماء في مسائل واضحة، بل يشوه كلام أهل العلم، شوه وحرف كلام العثيمين في مسألة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. دي قاعدة من قواعد أهل البدع، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. القاعدة السلفية ما كده، إذا كان الاحتمالان متساويين، دي القاعدة بتاعت الشيخ العثيمين اللي ذكرها عن أهل العلم، وفي الحالة دي ورود الاحتمال يبطل الاستدلال. الرئيس جاء حذف الكلام الأول بتاع العثيمين، إذا كان الأمر شنو فيه تساوي، الدليل ده والدليل ده تساوي يعني، أو وجهة الدليل هنا وجهة الدليل هنا، حذف الكلام الأول وجاب الكلام الآخر واستدل به ونقل كلام للإمام المعلمي بيرد على المبتدع أبي رية، وكلام الرئيس بيشبه كلام أبي رية المبتدع، ونقل كلام المعلمي وكلام المعلمي رد عليه. تنطع يا أخوانا، خليك من ده. قبل أنا جبت لك كلمة مصعب، قال إذا حذر طالب العلم من إنسان يقبل تحذير ولا ما يقبل؟ ده عالم، عبيد الجابري ما عالم؟ ده عالم كبير إمام، حذر من الرئيس، انتوا قبلتوا تحذيره؟ طيب تقول لي إذا حذر طالب علم كده يعني يعرض ناس أبو بكر ومزمل وديل، إذا حذر طالب علم نقبل تحذير؟ انت تحذير العلماء قد تقبله؟ قد تقبل تحذير العلماء؟ شعب أدى بحذر من الرئيس الليلة ولا أمس؟ من زمان بحذر من الرئيس وما ساي بأدلة. لما نيجي يقول لك لا لا، ننظر في كلامه يا ناس، شغل لا ما ينفع، شغل ده ما ينفع كده، تمام؟ طيب نمشي قدام. يا أخي الرئيس خليك من ده كله، أنا أديك كلام للرئيس ده بيحسب لك الشغلة دي كلها. دق علي أخونا عدي ربنا يحفظه في السعودية الآن من أخواننا الفضلاء، تمام؟ اتصل علي قبل 2 أو 3 يوم تقريبا، قال لي مشيت الرئيس هو قريب منه ولآخر فترة وأنا بتكلم معاه كده، فهو قال لي يا أخي المسائل اللي بتذكروها عن الرئيس دي ما وضحت، لحد ما مشى ناقش براو في شنو؟
قال لي وموضوع عبد الرحمن حامد وكذا ذكر لي حتى أنا جهازي بسجل تلغائيًا مكالمة ذاتها بتكون قاعدة تقريبًا كويس. فقام ناقشوا فينا عبد الرحمن حامد والجماعة دي طبعًا ده صحبان الرئيس عبد الرحمن حامد صاحب الرئيس ألا يكفي بهذا إسقاطًا للرئيس كذب رام كفاية عليك الله ذو صاحب عبد الرحمن من السودان نشد ما يختار إلا عبد الرحمن حامد ده ما نظر براو قبل كده أخونا مزمل دق له وأنا قاعد جنبه دق له وقال له داري إنك تجينا زمان قال إنه كويس إحنا بدري الكلام داري إنك تجينا هنا في السودان كده قال له إلا عن طريق عبد الرحمن حامد ما بجي إلا عن طريق عبد الرحمن حامد كويس مزمل نظر معه في النهاية قال له خليه عبد الرحمن حامد كيف يا طريق عبد الرحمن حامد ناقشوا في المسألة دي قال لي يا أخي عبد الرحمن حامد يقول كذا وكذا وهو من جماعته ديل ويدافع عنه مع أنصار السنة وإلى آخره كويس؟ قال لي عارف قال لي طيب أنصار السنة ديل بزكوا الصوفية أو بكرموا الصوفية وقالوا وقالوا ومن التميع بتاع والتضيع وكذا قال لي عارفه قال لي طيب منهم محمد مصطفى يتكلم في الصحابة قال لي عارفه قال لي إذا ما نتكلم فيهم قال لي لا ما تتكلم قال له أنا دار منك سنتين ما تتكلم في أنصار السنة أها أنتوا أخونا عديدة ما بكذبه لأنه هو لما بيقول لي الكلام ده لآخر لحظة كان هو زول الرئيس قال لي من الوقت ده كان أقنعت منه وقلت له أنا لو زول ساني ده كلامه لو زول ساني من أنصار السنة بقول له ضلال قال لي ومركت فتة قنع منه من الكلام ده يعني زول أه ما هي حالهم دي كلها ما دار كلام فيهم يجي بعد واحد يقول لي أقنعني إنه الرئيس ذا كعب يا سلام عليك أقول لك شنو أكتر من كده أنا يعني أقول لك شنو تاني وهذا الكلام في الكتب قاعد لسه في هذا ما يكفي لتوضيح المسائل الكبيرة كثيرة جدا المسائل كبيرة يعني مسائل فيها مراجع فيها كلام كثير جدا تفصيل لكن عموما الرئيس هذا منحرف وأخذ عليه العلماء مسائل كبيرة من أعظم هذه المسائل مسألة تزكيته للحلبي يقول الحلبي من العلماء السلفيين المجتهدين في الدعوة إلى آخره ويقول الحلبي لا يسقط بالأخطاء الجزئية يعني بيعتبر الأشياء اللي وقع فيها الحلبي شنو؟ مسائل جزئية انتبهتوا؟ هل أخطأ الحلبي جزئية؟ هل تزكية والثناء على رسالة عمان اللي فيها وحدة الأديان وحرية الأديان والديمقراطية والتحاكم إلى الأمم المتحدة أربعة من الفواكر ممكن الإنسان يكفر بها مش يبدع بها تمام؟ هل دي من المسائل الجزئية؟ وبعدين الرئيس ذاته في محاضرة له نقل كلام للشاطبي في مسائل الجزئيات والكليات أنا الإنسان إذا وقع في أمر كلي ده اللي بسميه ابن تيمية الأصل في أصل من الأصول وده من زمن الإمام أحمد يعني ما ابن تيمية السلف الأوائل سموها أصول من خالف أصلا من أصول أهل السنة هذا مبتدع والشاطبي ذكر مسألة كثرة الجزئيات الإنسان لو عنده مسائل جزئية كثيرة قال هذه تعود على الأصل بالهدم والأصل هو اتباع الأدلة فالإنسان إذا كثرت جزئياته عاد على الأصل بالخراب لأنه يدل على خلل في أصل شنو؟ أصل اتباع الأدلة من الكتاب والسنة فالحلبي أولاً خالف في مسائل كلية واحدة اثنين عنده كثير بل كثير جداً من الجزئيات خالف فيها قواعد قاعدة لا نجعل خلافنا في غيرنا سبباً للخلاف بيننا قاعدة التبديع لا بد فيه من الإجماع أو الإقناع وهذه المسألة قال بها الرئيس برضو الرئيس قال بها
التبديع لا بد فيه من الإجماع، تمام؟ في محاضرة ذكر عنه لعله ابن منصور، مش علي ابن يحيى الحدادي. المهم ده الحلب، والحلبي حاله معروف، بل القاعدة الوضع الحلبي دي إذا زي ما قال شيخ عبد الإله في اللقاء الفات، قاعدة الحلبي إنه الإجماع في الجرح لا بد من الإجماع. الحلبي ده ما وجدت مبتدعا أجمع عليه الناس في جرحه كما أجمع على الحلبي. حتى لو قلنا بقاعدة الحلبي المبتدعة يبقى هو مبتدع بقاعدته ذاته. فالرئيس حتى الآن ما عنده نصف كلمة في تبديع الحلبي، وأي زول بيدافع عنه يجيب لي نفسي. وأنا حرصت في هذه الجلسة أن أناقش إخواننا وبصراحة حرصت على النقاش. ليه؟ لأنه في بعض أخواننا قليل يعني سربوا كلام، يقولوا ناس مزمل وشهاب وبكر وديل بيقوموا بيجيبوا لنا كلام كأنه بيلزمونا بيه، وبعد ذاك نحن نتابعه وقد ما يكون عندنا أدلة عليه وما يقنعونا وكذا، بس بيمشونا كأننا نحن نشتغل شغل الحزبيين، نمليه كلام ويمشي هو يقول بيه، تمام؟ فأنا حريص جدا في الأول. والله يا أخواننا نقاشنا مع إخواننا وأي ذول بيعرف تعاملنا معهم كيف، ما بحب يوم أغلظ على واحد ولا أكسر قدام الناس بمعلومة معينة أخطأ فيها، إنما الشيء اللي تربينا عليه يسد بعضنا خلل بعض، والإنسان يحرص على تقويم أخيه أكثر من كسره، لأنه في النهاية صاحب السنة له مكانة مهما كان.